نعم، او بي اس ستوديو اوبن سورس. اوبن سورس طيب. حكيت الشباب بالنسبة للإكزامبلز اللي يفترض إنه أنت تطلع عليها، تمام؟ في عندك هنا البيزك إكزامبل، تمام؟ في عندك بيلد بيزك كلاسيفاير، تمام؟ ضروري جدا إنه أنت تطلع عليه. حاجات في البيلد بيزك كلاسيفاير هذا ايش حتلاقي عندك؟ حتلاقي انت عندك هنا في محطوط انوتيشن، الانوتيشن هذه كيف ممكن انه انت تضيفها؟ يو رايت كليك زي هيك وتقول نيو انوتيشن ورك فلو انوتيشن. فجيت في هاي انت حتلاقي انه في وصف لهذا الورك فلو، فهنا بشرح لك انه كيف ممكن انه انت تستخدم سمبل كلاسيفاير وانه انت تطبقه على بيانات جديده. التاسك هنا بريدكت انكم جروب فروم ديموغرافيك اتريبيوتس اوف ذا ادلتس داتا سيت. ففي عندك داتا سيت اسمها الادلت داتا سيت، تحتوي على مجموعه من الاتريبيوت، عندنا حتشوف ايش هي. المطلوب منك انه انت تحاول بناء على المعلومات تبعت الاشخاص هذول انه انت تعمل بريدكت للانكم، قديش دخله السنه. فهنا بقسم لك، يعني لاحظ انه هذه نود وحاطط لك الانوتيشن هذه زي هاي بالضبط، تمام؟ كاتب انه انت عندك هذا البلوك هو عباره عن داتا ريدنج. هنا في عندك جرافيكال بروبرتيز ان هو ضاف لون للاتريبيوتس، هذه داتا بريبريشن، هذه ترين للموديل، هنا ابلاي للموديل، هنا سكور ذا موديل. سكور ذا موديل يعني ايفالويشن، تمام؟ فبتلاحظ انه انت عندك الستبس اللي موجوده هنا هي عباره عن داتا ساينس لايف سايكل او داتا ساينس بروسيس، انه انت بتحمل البيانات بتستكشفها، تمام؟ بتعملها بتحضر البيانات من خلال البارتيشننج، بتطبق ماشين ليرنينج موديل، بتدرب ماشين ليرنينج موديل، بتطبقه وبتحاول انه انت تعمل له ايفالويشن، تمام؟ حكيت انت في البيت لما انه انت تحاول تفتح هذا الاكزامبل ضروري جدا انه انت تلعب فيه. ايش ممكن تلعب فيه؟ بقول لك هيو تراي ذس اكسكيوت ذا ورك فلو اوبن سكورر فيو نود فيو، وانه انت تحاول تطلع برضو على الكونفيوجن ماتريكس، وانه انت حاول انه انت تطلع على الاكزامبلز اللي هي مس كلاسيفايد اللي هو غلط فيها بالضبط. فهاي الشغلات اللي انت فعلا ممكن انه انت تطبقها عشان تفهم انه التطبيق، لانه لما انت تشتغل على داتا سيت جديده اللي هي داتا سيت تبعت المشروع تبعك، انه حتشتغل نفس البروسيس بالضبط. حكيت خليني اعمل اكسكيوت، بالاضافه لذلك انه هاي انت عندك نود للديسكربتيف ستاتستكس نفس اللي احنا اخذناها بالضبط، تمام؟ وفي عندك هنا اتريبيوت للفيجواليزيشن، خلينا نشوفهم واحده واحده، تمام؟ خليني اعمل اكسكيوت لكل النودز، تمام؟ اخذت شويه وقت لكن انه خلص التنفيذ اعتقد كله بالكامل. فهلقيت شوف لي الداتا سيت هذه، هاي فايل تيبل، ايش بتلاحظ عندك؟ خليني اكبر لك. ايش بتلاحظ انت عندك؟ عندك هذا الرو اي دي، في عندك اول اتريبيوت الايج العمر، تمام؟ عندك الورك، ورك كلاس، ورك كلاس اللي هو شو بيشتغل؟ بيشتغل انه هنا مكتوب ستيت جوفرمنت، هنا سيلف امبلويد، هنا برايفت، بيشتغل في القطاع الخاص. ستيت جوفرمنت انه بيشتغل في حكومه الولايه، تمام؟ لانه انت في عندك بعد هيك اللي هو لوكال ستيت، وفي عندك فيدرال جوفرمنت او الحكومه الفيدراليه، فبالتالي في عندك اشخاص بيشتغلوا وظائف مختلفه. في عندك الاديوكيشن بكالوريوس اتش اس جريد
الصف الحادي عشر، الصف التاسع، والإدوكيشن برضه هنا تم تمثيله كنمبر، إنه هي الداتا سيت إنه جاية بهذا الشكل. في عندك الحالة الاجتماعية، الأوكيوبيشن، شو المهنة تبعته، الريليشن، هل عنده عيلة ما عندوش عيلة، تمام، عنده طفل، قديش عدد الأطفال اللي عنده، عندك برضه كذلك الريس، الريس هل هو أبيض أو أسود أو آسيان إلى آخره، وعندك الميل والفيميل اللي هو الجندر إلى آخره من الأتريبيوت، كم ساعة بيشتغل في الأسبوع، بالإضافة للأتريبيوت الأخير إنه الإنكم أقل من أو تساوي 50 أو أكبر من 50,000 في السنة، هذا الدخل السنوي، تمام. طبعا هذه هي الداتا سيت. هجيت أنت عندك هنا في هذه الجرافيكال انه انت فعليا انه انت بتضيف كلر، بتلون السجلات، وهذه مهمه جدا، لانه احنا لما نشوف هنا في الديسيجن تري حتشوف انه اللون او التلوين فعلا انه هو بيساعدك انه انت تتبع السجلات حسب نوع الكلاس. فهنا بقول لك انه هو اللي لهم دخل اقل من او تساوي 50,000 حطهم باللون الاحمر، واللي اكبر من 50,000 حطهم باللون الأزرق. طبعا أنت كيف ممكن تعمل هذه الشغلة، اللي هي من خلال هذه النود اللي هي الكلر مانجر، تعمل عليها دبل كليك، بتحدد الاتريبيوت اللي أنت بدك تلونه، تمام. هنا بجيب لك ما دام انه هذا النومينال راح لون لك اياه، انت يعني راح جاب لك كل فئات الاتريبيوت هذا، يعني لو عندك 3 فئات 5 فئات يفترض انه هو يسرد لك اياهم هنا كلهم، وبتقدر انه انت تحدد الكلر لكل واحدة، تمام. بس بتعلم عليها زي هيك وبتختار اللون اللي بدك اياه، او انه انت ممكن تختار كلر سكيم او كلر سيت، اللي هي سيت واحد او سيت اثنين او سيت ثلاثة. ايش يعني هذا الكلام؟ لو اخترت سيت واحد معنى ذلك انه انت اول فئة، اول كاتيجوري حتاخذ اللون هذا، الكاتيجوري اللي وراها حتاخذ اللون اللي بعده وهكذا. فبالتالي انت عندك يعني ما دام انت عندك فئتين هدول بس حياخذوا اول لونين. لو انت عندك مثلا 7 فئات فبالتالي اول 7 الوان انه حيتاخذوا بالترتيب هذا بهذا الشكل. واضح يا شباب مفهوم الكلام؟ تمام. وهنا ست اثنين انه الوان مختلفه. لاحظ انه الكلر سكيم هذه بسموه الكومبلمنتري كلر. ايش الكومبلمنتري كلر؟ انه انت لما بتيجي بتحط الوان جنب بعض انه بتقدر انه انت تميز بيناتهم، ما ينفعش انه انت تحط الوان من درجات يعني متقاربه انه مع بعض، انه انت في الفيجواليزيشن ما بتقدر انه انت تشوفهم. وهنا في انت عندك ست خاصه للكلر بلايند، للي عندهم عمى الوان، وهدول يا مكترهم، تمام. فبالتالي انه يعني انت بتلاحظ هنا درجات الالوان انه هو مش زي هذه وهذه، هذه سهل جدا انه انت تميزها. اللي عندهم عمى الوان انه لو كانت درجات الالوان متقاربه شويه بيقدرش انه هو يميز بيناتها، فبالتالي هنا درجات الالوان كتير مختلفه عشان انه هو يميزها، فانت ممكن انه انت تستخدمها عشان انه تشوف كيف. انت عندك الكاستم هنا خلاص زي ما حكيت لك انه انت بتحدد زي هيك وبتختار اللون اللي بدك اياه، بتحدد اي لون من اللي انت بدك اياه هنا. فهنا انت محطوط احمر وازرق. لو كان نمبر مش نومينال، عباره عن رينج، كان انه هو بيطلع لك هنا، وممكن انه انت تعمله على شكل سبيكترم او على شكل وايد سبيكترم، انه اللون بتختار لون معين وبتختار التدرج تبعه حسب القيمه، كل ما ارتفعت القيمه بيكون غامق، كل ما قلت القيمه بيكون فاتح زي هيك يعني، تمام. طيب نشوف الداتا سيت بعد ما لوناها. هي بتضغط بالزر الايمن وبتحكي انه كلرز تيبل وذ كلرز. لاحظ انه انت عندك السجلات هي نفس التيبل نفس الداتا سيت، بس ولكن انه تلونت معك بهذا الشكل. فبالتالي انت خلاص بتعرف انه الازرق انه هذا اكبر من او تساوي 50,000، هذا احمر هدول كلهم اقل من او تساوي 50,000، تمام. الخطوة اللي بعديها partitioning، تمام. في البارتيشننج هنا عشان انت تكون عارف وتكون انه انت تختار الخيارات صح، يفترض انه انت تقرأ الديسكريبشن. لاحظ انه برضو كل نوت انت في عندك هنا لو طلعت غير الديسكريبشن تحت، راح تلاقي انت عندك المقطع هذا متكرر في كل النود، اللي هو ايش؟ البورتس. بورتس اللي هي المدخلات، انت في عندك input و output. هذا فيش فيه input لانه انت
في الكونفيجريشن بتحدد المسار تبع الملف، تمام. وفي له اوتبوت واحد اللي هو سهم هذا المثلث، المثلث هذا دائما اوتبوت. المربع هذا اللي باللون هذا هو عبارة عن موديل، ايوه زي ما انت شايف هذا عبارة عن موديل بهذا الشكل. اي حاجة مثلث يبقى هي عبارة عن داتا سيت وبتكون كاوتبوت، تمام. هذا في اوتبوت واحد اللي هي الداتا سيت تبعتك. بس ايش هنا كاتب لك؟ بيقول لك انه الداتا سيت هذه انه تم قراءتها والتايبس تبعها صار له جيسنج بشكل اوتوماتيك. يعني النايم انه هو حدد ايش النوع تبع الداتا سيت هاي. خلينا افتح الداتا سيت هذه كمان مره. ايش بتلاحظ انت عندك؟ الايج مكتوب عليه اي، تمام. اي يعني انتجر. الورك كلاس مكتوب عليه اس string، هذا انتجر هذا string وهكذا. فبالتالي هو لحاله فحص الفاليوز تبعت هذا الاتريبيوت وقرر انه هذا انه يكون انتجر وهذا يكون string وهكذا. حكيت لو انت بدك تعمل ترانسفورميشنز معينه بتروح هنا على الاعدادات زي هيك، بتضغط دبل كليك وبتختار هنا ترانسفورميشن، بتقول انه الايج انه هو تعرف عليه انتجر، بتقول له لا بديش اياه انتجر، بدي اياه دبل، بدي اياه سترينج، تمام. فبالتالي انت بتحدد التايب تبعه من خلال الترانسفورميشن اللي انت بدك اياها، تمام. طيب لو حددت النود هذه، خليني اسكر هذا. لو حددت النود هذه وتعال تطلع لي هنا، انت عندك الاوتبوت نود قديش؟ تنتين، اللي هو الانبوت انت عندك تيبل تو بي كلرد اللي هو الداتا سيت، الاوتبوت اللي هو الداتا سيت مع الالوان بالاضافه للكلر سيتنجز، لانه هي بيطلع لك اياها الكلر سيتنج. لو هذا انت بدك تطبقه على داتا سيت ثانيه، بس مجرد ما فيش داعي انه انت تعمل نوت ثانيه، مجرد انه انت بتاخذ هذه وبتحطها مره ثانيه انه تاخذ السيتنجز هذه انه هي انه تطبقها. البارتيشننج، لاحظ انت عندك الانبوت، انت عندك ايش؟ في عندك انبوت واحد، هيو الانبوت زيرو هو عباره عن تيبل تو بي بارتيشن، وعندك الاوتبوت 0 و1، تو اوتبوتس، هاي هاي وهذا وهذا. الاوتبوت 0 اللي هو الفيرست بارتيشن والثاني السكند بارتيشن، كيف بتحدده؟ هيو خلال يعني انه ابسوليوت. لو انت تعال اقرا هنا، تعال اطلع هنا، بقول لك انه الابسوليوت انه سبيسيفاي ذا نمبر اوف روز فور ذا فيرست بارتيشن، بياخذهم انه هذول اول 500 اول 300 انه باخذهم للبارتيشن الاول والباقي باخذهم للبارتيشن الثاني. الابسوليوت او الريليتيف انه هو بياخذ لك انه كنسبه مئويه انت عندك من السجلات. هذه من ناحيه انه كيف انه انت تختار. برضه في انت عندك اعدادات انه كيف انه هو ياخذ السامبل تبعته. في عندك تيك فروم توب لينير سامبلينج، تمام، درو راندوملي، ستراتيفايد سامبلينج. ستراتيفايد سامبلينج انه هو بيحاول انه هو ياخذ بناء على يعني براعي انه انت عندك تمثيل الكلاسز او تمثيل الفئات في اتريبيوت معين، وليكن الانكم مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انت لو كانت في الداتا سيت، في الداتا سيت الاصليه النسبه انت عندك مثلا 40 60%، فبرضه النسبه هذه لازم يتم المحافظه عليها في التو بارتس، في التريننج وفي التستنج. هاي معناته الاستراتيفايد سامبلينج. الدرو راندوملي انه هو بحاول انه هو ياخذ عينات بشكل عشوائي وبحاول انه هو يحافظ على النسب بنسبه لكل الاتريبيوتس بشكل عام، مش اتريبيوت واحد. لكن الاستراتيفايد انه هو بحاول انه هو يركز على اتريبيوت واحد تحديدا. وبالمناسبه ما دام احنا بنحكي على قديش توزيع الكلاس ليبل، ممكن نعمل فيجوال بشكل سريع لهذه الشغله. والفيجوال هذا خليني اسميه باي، او ان خليني ابحث على الباي هذه، هتلاقيها في الفيوز ضمن الجافا سكريبت، تاخذها زي هيك، تمام. وايش بتدخلها؟ بتدخلها نسخه من الداتا سيت، بتضغط هنا دبل كليك عليها عشان تعملها كونفيجريشن، وبتقول له ايش الاتريبيوت اللي بدك انه تعرض النسبه المئويه تبعته. حكيت انه انكم، وهي ابلاي، وهي اكسكيوت لوحدها، وباجي بعمل فيو للباي. فانت هنا عرض لك، تاخذ شويه لانه تاخذ شويه وقت لانه داتا ست شويه كبيره.
تمام. فأنت تقريبا المعظم الدخل تبعهم أقل من 50 ألف، فئة قليلة أكبر من 50 ألف الدخل السنوي تبعها، تقريبا بتمثل الربع بهذا الشكل. فتقريبا أنت عندك 24 ألف دخل تبعهم أقل من 50 ألف، و7 آلاف أكبر من 50 ألف. هل لقيت هذا؟ أنا ممكن أعرضه كنسبة مئوية، كنسبة مئوية. فبروح بعمل على الإعدادات كمان مرة وبقول له هنا بدي إنه تحدد لي إنه هنا بدل ما أنت تحط لي فاليو حط لي برسنتج كنسبة مئوية. فهي أبلاي، ولازم كمان مرة أعمل إكسكيوت وبختار فيو. فهنا بطلع لك 24% دخل تبعهم عالي أكبر من 50 ألف، وعندك 76% الغالبية العظمى دخل تبعهم إنه هو أقل. فبالتالي هي توزيعة الداتا سيت إنه أنت قدرت، أو توزيعة الكلاس ليبل، الديستريبيوشن تبع الكلاس ليبل. نرجع لبيت القصيد. بيت القصيد إنه إحنا حكينا إنه في البارتيشنينج، في الاستراتيفايد سامبلينج، إنه هو بحافظ على النسبة المئوية هذه في توزيع الكلاسز عند التريننج وعند التستينج بارتس. تمام. فهي الفكرة، انه انت لما تختار ستراتيفايد سامبلينج بالنسبة للانكم. اوكي. طيب، فهاي، وهنا لاحظ انه هو حاطط لك ليبلز هنا، هذا ترين وهذا تيست بهذا الشكل. تمام. نيجي الان للديسيجن تري. ديسيجن تري ايش الانبوت انت عندك؟ هيو واحد، والاوتبوت واحد. اقرأ ايش هم الانبوت. انت عندك pre-classified data set، لانه انت لازم تدي له الداتا سيت هذه مع العمود تبع الواي. تمام. وهنا الاوتبوت هو عباره عن decision tree model، زي ما انت شايف انه شكله زي هيك. ممكن انه انت تشوف الديسيجن تري. هاي فيو للديسيجن تري. لاحظ انه الالوان انا عندي هيها ماشيه بهذا الشكل. ليش؟ لانه انا لونتها بالاول. يعني شفت ليش انه الالوان مهمه انه انت تحطها في البدايه. فخليني اعمل زوم. تمام. فانت عندك اول حاجه بتطلع عليها الانكم. تمام. فهو بتطلع هنا على الريليشن شيب. فالريليشن شيب توزيعه الكلاس انت عندك هي التوزيع تبعتها، هي التوزيع تبعتها. يبقى هذه النود، هذه النود للريليشن شيب. اللي اكبر من، اللي أقل من 50 ألف 76%، واللي أكبر من 50 ألف 24%. تمام. فهجيت هنا بتطلع ريليشن شيب إنه هنا ما عندوش عيلة، هنا إنه إنه هو بيكون، هي بتكون في ميل وعندها زوج، هي هنا بيكون إنه هي في، هو ميل وعنده زوجة، وهكذا. هنا عنده طفل، هنا غير متزوج، إلى آخره من الاتريبيوتس هذه. أنت بتقدر إنه أنت تتفرع من كل التفرعات هذه. يعني على سبيل المثال انه لما يكون انت عندك، على سبيل المثال انه هذا، هيو لما انت اخترت انه يكون انه هي فيميل وعندها هازبند، بدك تشوف الاديوكيشن. الاديوكيشن هنا جاب لك الفئات تبعت الاديوكيشن كلها. تمام. فهذه هي عبارة عن شجرة كبيرة ومعقدة، لأن الداتا سيت كبيرة ومعقدة فيها اتريبيوتس كثيرة. فبالتالي انه هاي عندك كل، يعني على سبيل المثال السام كوليج، تعال تطلع، هذه عبارة عن ليف نوت، هذه عبارة عن ليف نوت. ليش؟ لأنه قرر انه هنا عندك 98% أكبر من 50 ألف، فبالتالي انه هو قرر انه هو يعملها ليف نوت بهذا الشكل. هذه مش ليف نوت، لأنه هنا في عندك تفريعة كمان، فهذه التفريعة وهكذا. فأنت عندك الديسيجن تري هيها بهذا الشكل، تقدر انه انت تشوفها هي في المنطقة هذه، بتقدر تعرف انه انت موجود في اي منطقة بالضبط. تمام. من الديسيجن تري. طيب، شفنا الديسيجن تري. هل لقيت الديسيجن تري هذه؟ لازم انه تعملها ابلاي على تيست داتا سيت عشان نقدر نعمل ايفالويشن. فهنا انا عندي هذا decision tree learner، هذا decision tree predictor. طلع ايش الانبوت انت عندك. الانبوت انت عندك a previously learned decision tree model. لاحظ انه انت عندك الانبوت هي عباره عن مربع زي ما انت شايف، والمربع باللون هذا يعني انه هو model. وعندك كمان
مثلث، مثلث يعني بده داتا سيت. الداتا سيت هذه من وين اخذناها؟ هيها اخذناها، اخذنا نسخه من وين؟ من التست داتا سيت. تمام؟ والاوتبوت ايش بيطلع لك؟ بيطلع لك انه نفس التيبل ولكن مع عمود جديد اللي هو البريدكشن مع probability. تمام؟ فهنا لو شفت الكونفجريشن تأكد دائما انه انت بتختار هنا، شوف الداتا سيت كلاسيفايد داتا سيت، لاحظ انه الالوان لسه جايه معك. تمام، خصوص خاصيه الالوان التلوين اللي انت حطيتها هي جايه لسه معك. لاحظ انه انت عندك هنا عندك العمود تبع الانكم، تمام، وعندك هنا البروبابيليتي انه الانكم تكون اقل من او تساوي 50,000. خليني اروح على اليمين شويه. وهنا البروبابيليتي انه الانكم يكون اكبر من او تساوي 50، لاحظ انه هدول مجموعهم لازم يكون واحد. تمام، لاحظ انه هذه 6 من 1000 وهذه 99.4 من 1000، فبالتالي انه مجموعهم بيكون واحد، فبالتالي الكلاس ايش راح يكون؟ اكبر من او تساوي 50,000 البريدكشن. هاي الانكم وهي البريدكشن، هاي الانكم وهي البريدكشن. في منهم انه هو جايبه صح، هذا غلطان فيه مثلا، انه هذا الانكم 50 اكبر من 50,000 وهنا جايب لي اياه اقل من 50,000، فبالتالي انه بدي اعرف ايش الاداء، يعني وين الاكزامبلز اللي صار فيها مس كلاسيفيكيشن. ايش المس كلاسيفيكيشن؟ انه هو غلط في التصنيف تبعها، انه هي يفترض تكون اكبر من 50,000 جابها اقل من 50,000 او العكس صحيح. فهذا الكلام وين تقدر تشوفه؟ في السكورر. تمام، في السكورر هاي الانبوت انت عندك عباره عن تيبل with at least two columns to compare، تيبل مكون من عمودين على الاقل انه انت تقارن بيناتهم. اضغط على دبل كليك بقول لك انت ايش بدك تقارن؟ الانكم مع البريدكشن تبع الانكم، قارني اياه. لما يكون انه هذا البريدكشن مساوي للانكم انه هذا correctly classified، لما يكونوا مختلفين بيكون مس كلاسيفايد. تمام، طيب والاوتبوت انت عندك الكونفيوجن ماتريكس والاكيوريسي ستاتستكس. الاكيوريسي ستاتستكس يبقى انت عندك ما دام في عندك اوتبوت اثنين، حتلاقي انت ما دام انت عندك سهمين هنا لما تضغط رايت كليك حتلاقي انت عندك هنا خيارين عشان تعملهم فيجواليزيشن. هاي الكونفيوجن ماتريكس، هنا في الكونفيوجن ماتريكس ركز معايا دائما لما انت لما يكون في عندك ماتريكس، تمام، ايش بروح بعمل؟ بعمل انه العمود انه انت عندك الفئات اللي هي اقل من 50,000 واكبر من 50,000، تمام، عفوا هذه الصفوف، والاعمده هي نفسها اقل من 50,000 واكبر من 50,000، فانت دائما بدك تطلع عليها بشكل دايجونال، بدك تطلع هيك، ركز معايا على الماوس، تطلع هيك وتطلع هيك. تمام، هجيت هنا الخانه الاولى ايش مكتوب هنا؟ 4502. ايش معناته هذا الكلام؟ انه هذه كانت اقل من او تساوي 50,000، وفعلا انه هم عملهم كلاسيفيكيشن انه هم اقل من او تساوي 50,000. قديش عددهم؟ 4502. طيب اللي جنبها انه هي اقل من او تساوي 50,000 لكن انه هو صنفها على اساس انه اكبر من 50,000، قديش عددهم؟ 419. يبقى الكوركتلي كلاسيفايد اللي هم ايش؟ 4502 زائد 949، والمس كلاسيفايد قديش؟ 419 زائد 634. هل لقيت الارقام هذه اللي هو في الدياجونال هذا او في المحور هذا، كل ما قلت كل ما كان انه الكلاسيفاير اداؤه افضل، معنى ذلك الاخطاء تبعته قلت. تمام، يبقى كمان مره انه هدول جابهم صح وهدول غلط فيهم، انه هم كانوا اقل من 50,000 ولكن صنفهم انه اكبر من 50,000. هنا العكس، هنا انه اكبر من 50,000 لكن غلط فيهم انه هم
صنفهم انه اقل من او تساوي 50,000، وقديش عددهم؟ 643. واللي كانوا 50,000 اكبر من 50,000 وصنفهم فعلا انه اكبر من 50,000 اللي هي 949. لاحظ انه النسبه هذه متناسبه جدا مع الكلاس ديستريبيوشن. حكينا انه الكلاس ديستريبيوشن ربع البيانات دخلهم كبير اكبر من 50,000 وثلاث ارباع دخلهم اقل من 50,000. هذه الكونفيوجن ماتريكس بتعطي لك فعلا فكره عن اداء الكلاسيفاير. نشوف الحاجه الثانيه اللي هي ايش؟ الاكيوريسي. لاحظ في الاكيوريسي هنا تمام انه بيجيب لك الكلاسز تبعونك تمام، وبيجيب لك ترو بوزيتيف، فولس بوزيتيف، ترو نيجاتيف، فولس نيجاتيف. نفس الفكره مرتبطه بالكونفيوجن ماتريكس. ترو بوزيتيف ترو نيجاتيف هدول كوركتلي كلاسيفايد. اي حاجه فيها ترو هدول كوركتلي كلاسيفايد بغض النظر بوزيتيف ولا نيجاتيف. وين المس كلاسيفايد؟ الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف، فولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف تمام. فانت اذا بتلاحظ انه انت عندك نفس الارقام اللي موجوده هناك اللي شفناها في الكونفيوجن ماتريكس، ان هم يعني اي حاجه انه هي غلط فيها يا بتكون يا اما فولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف. ايش البوزيتيف والنيجاتيف؟ انه هو بيعتبر واحد الكلاس الاول انه بوزيتيف والكلاس الثاني بيعتبره نيجاتيف تمام. هجيت طيب انا بدي التقييم النهائي بشكل عام، شو اداء الكلاسيفاير؟ ممكن انه انت تروح هنا وتروح على الاكيوريسي، هي التقييم تبعه قديش او الاداء تبعه 83%، يعني من مجموع كل الكلاس، من مجموع كل البيانات. ثلاثة وثمانين في المية جابهم صح؟ وقديش الباقي؟ 17 غلط فيهم، 17 مس كلاسيفايد، 17 مس كلاسيفايد. انت ممكن تطلع على كل كلاس لحال تمام؟ فبالتالي انه هي هذا اقل من او تساوي واكبر من 50,000. تطلع هنا على الاف ميجور، الاف ميجور بيدي لك الدقة لكل كلاس لحال، بيدي لك الدقة لكل كلاس لحال. فهذا الاداء تبعه 89% وهذا الاداء تبعه 64%. فواضح جدا انه يعني حسب توزيعة الكلاس ليبل انه سهل جدا انه هو يعمل بريدكشن انه اقل من او تساوي 50,000، انه تدخل الانكم اقل من او تساوي 50,000. لكن الدخل المرتفع لاحظ انه هو بغلط فيه كتير، يعني انه نسبة الدقة انت عندك 64%. عشان الداتا قليلة وعشان برضو انه يعني ممكن تقول انه هدول اللي دخلهم كتير، يعني انه فوق ال 50,000 برضو في منهم انه بيشبهوا اللي دخلهم اقل من او ممكن صحيح يعني، او ممكن تجرب كلاسيفاير تاني وتطلع انه هنا شو الاداء انت عندك. فانت في المشروع يفترض انه انت تجرب اكثر من كلاسيفاير وتعمل لي عرض للنتائج هدول اللي هم الاكيوريسي والاف ميجور لكل كلاس والكونفيوجن ماتريكس لكل كلاسيفاير عشان تشوف الاداء تبع الكلاسيفاير هذا كيف شكله. فهي النوت تبع السكورر تمام. طيب ايش ضايل انا عندي؟ ضايل عندي هنا، خليني اسكر هاي. هذه الداتا سيت مش محتاجه ترانسفورميشن، حناخذ مثال ثاني انه هو في ترانسفورميشن. هنا في عندي ديسكريبتيف ستاتستكس، تعال اقرا عليها. هنا بقول لك انه هنا بروح بحسب لك المينيموم والماكسيموم والمين والستاندرد ديفيشن والفاريانس والميديان والكاونت والبرسنتج لكل كاونت وكل هذا الكلام. فبالتالي انه يعني شوف تطلع على الانبوت انت ايش بيطلع لك الانبوت والاوتبوت. الانبوت انت عندك تيبل داتا سيت، والاوتبوت انت عندك ثلاثه اوتبوت. الاوتبوت الاول بيطلع لك اياه للنيوميريك داتا سيت. ايش النيوميريك داتا سيت؟ ايش الديسكريبتيف ستاتستيك تبعها؟ منه ماكس ومين وميديان وعفوا وستاندرد ديفيشن واللي هي مقاييس النزعه المركزيه تمام. اما التيبل الثاني
للنومينال. ايش بورجي لك؟ بورجي لك كاونتس وهيستوغرامز. والتابل الثالث بورجي لك انه النومينال كاونت النومينال فاليوز مع الكاونتس تبعته. تمام؟ يبقى بتقدر تقول انه الثاني والثالث هذول للنومينال، الاول بس للنيوميريك. شوف كيف شكله. شايف انه ما دام انت عندك هنا ثلاثة اوتبوت، لما تضغط هنا بالزر الايمن حتلاقي انت في عندك هنا ثلاثة اوتبوت. شوف الاستاتستكس، لاحظ انه الايج، لو انا جيت سالتك لا ضروري جدا انه انت شايف كيف الديسكربتيف ستاتستكس بورجي لك يعني انه انت تستكشف البيانات. اصغر واحد انت عندك قديش عمره؟ 17. اكبر واحد قديش عمره؟ 90. قديش متوسط الاعمار؟ 38 ونص. قديش الستاندرد ديفيشن؟ 13. قديش الفاريانس والسكيونس؟ قديش انتشار البيانات حوالين المركز من خلال المقاييس هذه انت شفتها. فهذه لكل النيوميريك اتريبيوتس، هذه لكل النيوميريك اتريبيوتس. تمام؟ ساعات العمل في الاسبوع اقل ساعه انت عندك، اقل يعني معدل ساعه واحده، واكبر شيء قديش؟ 99. قديش انت عندك المتوسط؟ 40. وهذا هو يعني حسب قانون العمل في معظم الدول، انه عدد ساعات العمل في الاسبوع قديش؟ 40 ساعه في الاسبوع. تمام؟ وهي قديش مقدار تشتت البيانات حوالين المركز. تمام؟ هذا بالنسبه لايش؟ بالنسبه للنيوميريك اتريبيوت. شوف لي هنا بالنسبه ل خليني اشوف لك هنا بالنسبه للنومينال اتريبيوت، بيجيب لك هنا الهيستوغرام. لاحظ هنا انه ايش بيجيب لك؟ بيجيب لك انه هذا الورك كلاس، ورك كلاس. لاحظ انه هنا عمل لك هيستوغرام انه انت عندك المعظم، خلاص صرت عارف انه المعظم بيشتغلوا في برايفت، في قطاع خاص. وهذه البيانات بالمناسبه في الولايات المتحده، الولايات المتحده انت عارف يعني دولة رأسمالية، فبالتالي انه معظم الناس بيشتغلوا في القطاع الخاص، في شيء حاجة اسمها يعني انه عندك موظف كتير، موظفين كتير بيشتغلوا في القطاع الحكومي. تمام؟ فبالتالي انه انت عندك معظم الناس انه بيشتغلوا في القطاع الخاص وخلص يعني وفي لهم تأمين وفي لهم كل الأمور هذه، يفترض انه في القطاع الخاص اللي بيشتغلوا فيه. تمام؟ في عندك الفئة الثانية اللي هي سيلف امبلويد. تمام؟ فبالتالي هيك في بالستاتستكس هذه، بالديسكريبتيف ستاتستكس هذه، انت قدرت انه انت تفهم البيانات اكثر، كيف توزيعه الاشخاص هذول، انه شو علاقه هذا الموضوع في الانكم تبعهم. هاي الاديوكيشن. تمام؟ الاديوكيشن انت عندك معظم الناس عندك اتش اس جريد. تمام؟ وفي عندك هنا الفئه اللي بعديها سم كوليج، بعدين البكالوريوس. ولاحظ انه التعليم في امريكا مش انه والله يجي يعني كلهم لازم ياخذوا بكالوريوس من الجامعه، لا، الموضوع مش زي عندنا انه التعليم انه مهم. تمام؟ وهي الاوكيوبيشن، انه ايش طبيعه الوظيفه تبعته، انه تقريبا انه توزيع يعني تقريبا متماثله للاولانيات، انه زي هيك. تمام؟ وانه هنا شو توزيعه الجندر، هذه توزيعة الريس، انه معظمهم وايت. توزيعة الجندر انت عندك الميل اكثر من الفيميل وهكذا، فبالتالي انه وهي توزيعة الانكم زي ما احنا شفناها، يعني انه المعظم او ثلاث ارباع انت عندك اقل من او تساوي 50,000. هذه الاستاتستكس الثانية اللي هي للنومينال. الاستاتستيك الثالثة بيورجي لك انه كاونتس، بدل ما يجي لك اياها كفيجوال كهيستوغرام بيورجي لك اياها ككاونتس. فهنا اضغط بالزر الايمن occurrences matrix. لاحظ هنا ايش بيجيب لك؟ بيجيب لك اول حاجه العمود هذا اللي هو ايش اسمه؟ اسمه الورك كلاس. جاب لك كل الفئات، برايفت، سيلف امبلويد، لوكال جوفرمنت، ستيت جوفرمنت، فيدرال جوفرمنت، سيلف امبلويد. تمام؟ نيفر وورك. فهذه الفئات كلها، وهنا انت عندك الكاونت رتب لك اياها من الاعلى للاقل. تمام؟ وهنا جاب لك النسبه المئويه، يعني تقدر تقول ان 69% او حوالي 70% انه بيشتغلوا في البرايفت، في القطاع الخاص. فانت كل عمود انت عندك راح تلاقي في عندك عمودين ورا، الكاونت والريلاتيف فريكوانسي، الكاونت والريلاتيف فريكوانسي. تمام؟ وهنا
عندك العمود اللي هو الإديوكيشن، إيش بيجي وراه؟ الكاونت والريلاتيف فريكوانسي وهكذا. فهنا أنت بتقدر إنه أنت تشوف يعني الكاونتس أنت عندك للبيانات تبعتك بهذا الشكل في الديسكريبتيف ستاتستكس. نعم صحيح، بس هنا كفئة أكبر من أو أصغر من، مش إنه الدخل قديش بالضبط. تمام، البيانات طبيعتها إنه عندنا الدخل هو أكبر من أو أصغر من 50,000. كيف يعني؟ ما هذه الديسيجن تري. نعم لا، هذه كلاسيفيكيشن. نعم صحيح، لما يكون الانكم عبارة عن رقم بالضبط. تمام طيب، هنا بس مجرد انتراكتيف تيبل، يعني تعال تطلع هذا انه هو ماخذ نسخة من التست داتا سيت بس عشان انت تتفرج عليها. يعني هاي فيو تيبل انه يعني حسب الالوان انت عندك. تمام، واخر حاجة انت عندك هنا انه عامل فيجواليزيشن لايش؟ سكاتر بلوت. تمام، سكاتر بلوت هيو انت بتحدد انه انت بدك بين اي اتريبيوت حاطط هو بين الايج والاورز بير ويك. فهو بده يشوف العلاقة، هل في علاقة بين العمر وعدد ساعات العمل؟ تمام، فهنا بده يورجيهم من خلال سكاتر بلوت. فهي البلوت هذا بياخد شوية وقت. تمام، فانت زي ما انت شايف هنا ملونهم انه باللون الاحمر والازرق حسب توزيع الكلاس. يعني انت بتقدر تقول انه انت عندك الفئات زي هيك وبعدين بترجع تنزل زي هيك، انه تكتل البيانات، يعني انه نوعا ما، يعني ففي شي علاقة خطية بيناتهم. فعشان هيك انت ايش ممكن تسوي؟ ممكن انه انت تعمل للديتا سيت هذه برضو انه احنا نعمل كوريليشن. اكتب هنا كوريليشن في البحث، وهنا عندك في الاستاتستيك في عندك لينير كوريليشن، تاخد زي هيك. تمام، وبناخد نسخة من البيانات بنحطها هنا. تمام، وبنقول له هنا انت بدك كوريليشن لايش. لاحظ انه هنا دائما انت عندك في الشغلات لما بدك تطبقها على مجموعة من الاتريبيوت في عندك اكسكلود وانكلود. اكسكلود انه ايش الشغلات اللي بدك تستثنيها، الانكلود ايش اللي بدك تطبق عليها هذه الشغله. فانا بدي اشيل كل الاعمده، ايش بدي اضيف؟ بس عمود الايج لازم يكون الاكس، يعني لاحظ انه الكوريليشن لازم يكون انتجرز. تمام، لازم يكون نيوميريك. وايش كمان ممكن؟ انه الادوكيشن نمبر، الادوكيشن ما ينفعش لانه سترينج. الادوكيشن نمبر ممكن انه هو ينفع، وممكن ايش كمان؟ ممكن الاورز بير ويك. تمام، هدول الثلاثة وبختار اوكي. لاحظ انه هنا لو انت قرأت الديسكريبشن تبع هنا بقول لك انه هي نيوميريك مع نيوميريك. تمام، انه بحكي لك انه بعمل كالكوليت ل selected attribute correlation coefficient. تمام، ف ايش الناتج انت عندك؟ ثلاث شغلات، correlation variable. تمام، والcorrelation variables مع matrix، والcorrelation contain اللي هو الcorrelation والموديل اللي هو بيحتوي على الcorrelation major. تمام، لاحظ انه انت في عندك هنا مربع اللي هو عبارة عن correlation model. تمام، لونه بيختلف عن الكلاسيفاير اللي هو decision tree learner اللي هو machine learning model. تمام، احنا خلينا نعمل execute ونشوف. هنا بدي اشوف الكوريليشن ماتريكس هي اللي بدي اطلع لها اكثر شيء. لاحظ انه في الماتريكس كالعاده ايش عمل؟ عندك صفوف age, education number, hours per week، والاعمده برضه نفس الفكره age, education number وال hours per week. هذه عباره عن كوريليشن بين ايش والايش؟ الايج والايش.
العمود نفسه، عشان هيك الكوريليشن واحد. هاي بين الايج والاديوكيشن نمبر، هاي بين الايج والاورز بير ويك. فانت لاحظ انت عندك هنا الكوريليشن تقريبا مقارب للصفر، ما فيش كوريليشن كتير بين الايج والاديوكيشن نمبر والاورز بير ويك. تعال اطلع لي على الاديوكيشن نمبر، لاحظ انه هنا مقارب للصفر، هنا بين العمود ونفسه، هنا بين الاديوكيشن نمبر والاورز بير ويك. وكانه يعني انت عندك نسبه الكوريليشن 0.14، يعني طبعا انت عندك الكوريليشن اخر قيمه له واحد، تمام 0.14، وكانه نوعا ما بدرجه ما بدرجه 14% انه كل ما زاد الاديوكيشن نمبر بتزيد عدد ساعات العمل في الاسبوع، تمام بهذا الشكل. اوكي، فهي الكوريليشن برضو انه احنا ضفنا هنا عشان احنا نشوف، يعني هذا كل ما يتعلق ب في البيزك في البيلدينج سيمبل كلاسيفاير. انت برضو من ضمن الامثله على ايش ممكن تطلع هنا، ممكن تطلع على الكاستمر انتليجنس. في الكاستمر انتليجنس في عندك شيرن بريدكشن. شيرن بريدكشن فاكرينه يا شباب؟ الشيرن بريدكشن هو نفس السؤال اللي اجى في الامتحان، انت عندك الكاستمرز ببطلوا قاعدين من الاشتراكات تبعتهم، قاعدين بيبقى مع الكويت للاشتراك تبعهم، هذا اسمه شيرن بريدكشن، اسمه شيرن بريدكشن، تمام. فانت عندك هنا في عندك بيلد شيرن بريدكشن موديل، تعال افتحه. لاحظ انه انت عندك البيانات هنا، هيو حطيت لك اياها زي هيك، خليني اقرا لك. اوبس، يبقى الشيرن بريدكشن انه هنا بشرح لك كيف انه انت تبني او يعني تعمل بيلد وايفالويت للشيرن بريدكشن موديل. فبالتالي التاسك تو ترين اند ايفالويت موديل تو بريدكت كاستمر شيرن. كاستمر شير انه انت تتوقع انه الكاستمر هذا الشهر الجاي حتلاقي انه بتصل فيك وبقول لك بدي ابطل، تمام. فهنا مقسم لك اياه ريدنج للديتا، هنا في بري بروسيسنج، تمام، بعدين ترين للموديل، بعدين سكور للموديل. نفس الداتا ساينس سايكل بتلاقيها هي يعني تكررت معانا في موديل تاني، تمام. هجيت انت عندك قراءة البيانات، هنا بقول لك انه الشيرن بتساوي زيرو، معنى ذلك انه الكاستمر ريميند وذ ذا كونتراكت، راضي بالاشتراك تبعه بده يضل، تمام. الشيرن بتساوي واحد، معنى ذلك انه الكاستمر كويت كونتراكت. فبالتالي انت عندك الداتا سيت هيو، انت عندك هنا الداتا سيت زي ما انت شايف انه ريدنج كولز داتا، كولز داتا اللي هي بيانات الاتصالات، اللي هي الاتصالات بالدعم الفني، قديش كم مره اتصل، قديش كانت مده المكالمه، قديش انه اخر مره اتصل فيها قبل كم من يوم، كل هذه المعلومات تمام على الكاستمر. وهنا انت عندك البيانات الثانيه اللي هي الكونتراكت داتا، اللي هي البيانات انه معلومات الكاستمر وايش الكونتراكت اللي موجود معاه، وايش الاشتراك او العرض اللي موجود عنده. طبعا هدول البيانات تمام الاثنين عملت لهم جوين مع بعض، والجوين هذا نفس الجوين بالداتابيز بالضبط، نفس الجوين بالداتابيز بالضبط. خليني اعمل تشغيل للكل عشان اورجيكم الاوتبوت تبع كل وحده، تمام. الجوين لاحظ هنا في الكونفيجريشن هيو انه انت بتحدد التايب انه هذا عباره عن انر جوين، هذا عباره عن انر جوين، انت اخذت الداتابيز وعارف ايش الانر جوين بالضبط. هنا انت بتحدد في الليفت تيبل وفي الرايت تيبل، تمام، انه بده يعمل ماتش مع ايش، مع ايش، بتقول له انه هنا ساوي لي الاريا كود مع الاريا كود والفون مع الفون. يبقى انت لما تعمل جوين للتيبلز شوف لي السجلات انه الاريا كود مع الاريا كود بتساوي الاريا كود والفون بتساوي الفون، حط لي اياهم هدول في سجل واحد، واللي بيانات اللي ملهاش مطابقة لا من هنا ولا من هنا ما بديش اياها، عشان هيك انت عندك في الانر كود المنطقة هذه اللي في النص هي اللي انت بدك اياها، تمام. البيانات في الليفت ملهاش مطابقة في الرايت ما بدكش اياها، والعكس صحيح، اللي في الرايت وملهاش مطابقة في الليفت ما بدكش اياها، تمام.
بعد هيك هنا عبارة عن تحويل transformation string to number. string to number ايش حول؟ حول ال area code والشير من number لسترينج، من number لسترينج، حولهم من أرقام ل ل ل لنص، تمام؟ وبعدين هنا ضاف الكلر، الشير بتساوي 0 بلو واللي بتساوي 1 ريد، تمام؟ وهنا قسم 80% 20%، تمام؟ وهنا طبق الديسيجن تري. لاحظ انه هنا في الديسيجن تري ايش استخدم؟ نود جديده اسمها بي ام ام ال رايتر. لاحظ انه الرايتر هذا دائما انه هو بياخذ موديل بيعمل له كتابه. هذه بتكون مهمه جدا لو انه انت على سبيل المثال تبني موديل والموديل طولت انت في التريننج تبعه وضله 3 ساعات، فبدل ما انت كل مره انت بتحتاج الموديل او انه انت بدك تشغل المشروع انه انت تضلك تنتظر 3 ساعات، فبعد ما تخلص التريننج بتروح بتحفظ الموديل انت عندك في هذا الفورمات بي ام ام ال فورمات، حتلاقي انه عندك هنا نود اسمها بي ام ام ال رايتر. بعدين بدك تحمله حتلاقي في نود ثانيه اسمها بي ام ام ال ريدر، حنشوفها الان، تمام؟ وهنا انت عندك البريدكتور، يبقى اخذنا نسخه من الموديل وحفظناها هنا، وهنا نسخه من الموديل عشان نستخدمه مع البريدكتور، واخذنا التست داتا سيت، وهنا عملنا ايفالويشن مع السكورر باستخدام برضه الروك كيرف. طريقه في الايفالويشن مش هتطرق لها حاليا لانه احنا هنشرح الايفالويشن، خلينا في الفاميليار مع اللي احنا قدرنا انه احنا نشرحه بسهوله وبسرعه، تمام؟ هجيت قديش توزيعة الكلاس ليبل انت عندك، تمام؟ ممكن انا اخذ توزيعة الكلاس ليبل انه انا اضيف هنا باي تشارت، اوكي، واخذ نسخة من البيانات. لاحظ انه هنا بعد ما صار لهم جوين وبعد ما عملت التحويل وبعد ما ضفت اللون ممكن اخذ نسخة من البيانات واحطهم وين؟ هنا، تمام؟ وهنا بدي اقول انه انا بدي للشير لهذا العمود، وبدي احسب نسبة مئوية، بديش كاونت. فهنا بقول ابلاي وهي اكسكيوت لهي، وهنا شوف لي عندك 14% من الكاستمرز الكلاس تبعهم واحد يعني حيبطلوا، وعندك 86% حيضلوا زي هيك، فبالتالي ال 14% هدول لو انت ضليتك هيك كل شويه بتفقد 14% بتفقد 14%، زباين كلهم حيطيروا. لا، ال 14% هدول تمام، هيني عملت لها بدي ابني لك موديل يعمل لك بريدكشن مين هم هدول ال 14% عشان ايش؟ تتصرف معهم قبل ما يجي الشهر الجاي ويجي هو يقول لك انا بطلت، انت تتصل عليه وتقول له انا هيني بدي اعمل لك عرض جديد، بدي اعمل لك خصم جديد، بدي اعمل لك، شوف هذه مشكلتك صارت. انا بالنسبه لإلي كديتا ساينتست حلت لك المشكله، حددت لك مين هم الكاستمرز اللي توقعت لك مين الكاستمرز اللي حيبطلوا الشهر الجاي، هيهم عندك في قائمه وتصرف معهم، تمام؟ اوكي طيب هاي بورجي لك اياهم كلهم، تمام؟ هاي التيبل ويز كلرز، تمام؟ هذا حيبطل، هاي كل الازرق مش حيبطل، هذا حيبطل. فانت عندك هنا فيرتشوال مسجز، انه بعت لك فيرتشوال مسجز، هنا داي مينز، تمام؟ وفي عندك اف مينز، يفترض انه يكون في ديسكريبشن مع الداتا سيت يشرح ايش هي الاتريبيوتس هذه. انا بتصور انه هذه قديش مره عمل اتصال معك، قديش انه اخر مكالمه، قديش انه هي استغرقت. يعني انت بتلاحظ انه المكالمات السريعه معنى ذلك انه المشكله انحلت، لكن المكالمات الطويله هذا بيعطي انه انطباع انه انت طولت معاه وانت قاعد بتحل المشكله، بتقول له اعمل ريستارت للراوتر، طب جرب هيك، اشبك هذا هنا، ودي هذه هناك، اشبك لي اياه على البطاريه، ودي لي اياه هناك، مش ظابط على الفاضي، تمام؟ فبالتالي انت عندك كل المعلومات هذه، وفي الاخير انت عندك انه شيرن انه هنا صفر ولا زيرو، تمام؟ فهي شكل البيانات انت عندك بالشكل هذا. طيب
هاي الشكل decision tree، تمام. فأهم اتريبيوت احنا عندنا اللي هو day charge، تمام، اذا كان اقل من 44 واذا كان اكبر من 44، وبتشوف انت عندك بقية الشجرة بهذا الشكل، تمام. انه هنا في ميل بلان انه اقل من نص او اكبر من نص، وهي توزيع الكلاس ليبل بهذا الشكل، تمام. قديش الاكيوريسي تبعت الموديل؟ خلينا نشوف السكورر ونشوف ايش قديش كانت النسبة تبعته. 93%. بالنسبة للكلاسز 95% ل 0 للكلاس 0، و95% للكلاس 0، و75% للكلاس 1 اللي هما بدهم يعملوا كويت. لاحظ انه انت عندك الداتا السجلات، انت عندك بتمثل 14% اللي بدهم يعملوا، فبالتالي طبيعي جدا انه تكون النسبة هذه اقل من هذه، لكن بشكل عام يعني انه انت عندك نسبة مقبولة نوعا ما، يعني كتوتال انه انت عندك 93%. اوكي، شوف بدك تجرب كلاسيفاير تاني، بدك تجرب ترانسفورميشن، تعمل فيتشر انجينيرينج، جرب شغلات تحاول انه انت ترفع فيها النسبة، او تعمل داتا اوجمنتيشن نوعا ما، تحاول انه انت ما هو هذا هو الداتا اوجمنتيشن. داتا اوجمنتيشن تكبير البيانات، ما ينفعش انه انت تعملها تكرار زي ما هي، بدك انه انت تعمل تكرار بطريقه معينه، بدك تكون في طرق لهذا الاشي، يعني طرق تبع. فلاحظ هنا انه انت عندك يعني هاي 0 1، وهنا 0 1، هنا هذا correctly classified وهذا incorrectly classified، عددهم قليل نوعا ما، فبالتالي انه يعني حكيت الموديل هذا لو احنا بدنا نستخدمه، تمام، هاي بدنا نسكره زي هيك. وفي انت عندك هنا deployment للشيرن prediction model. طبعا الديبلويمنت هنا مش المقصود فيه انه انت بدك تعمل له ديبلوي في برودكشن انفايرمنت تنزله على سيرفر، المقصود فيه هنا انه انت بدك تعمل لود للموديل وتعمل بريدكت لنيو داتا. فهي انت عندك زي ما شفنا هناك بي ام ام رايتر، تمام، انه انت حفظت الموديل، هنا ما فيش داعي انه انت تعمل ترين، لود للموديل مباشره باستخدام البي ام ام ال ريدر، تمام. وهي الداتا سيت انت عندك، هي نيو داتا، تمام، وبتطبق في البريدكتور، تمام، وهي بتعمل داتا تو ريبورت، تمام. فبالتالي شوف لي، خليني اعمل اكسكيوت اول، شوف لي انت عندك البيانات هنا، مين عندك؟ كاستمر واحد بس، هي، تمام، هي البيانات كلها عندك بالكامل، تمام، ما فيش في عندك العمود تبع الشير، هذا كاستمر جديد، بدك تتوقع انه هل هو حيعمل كويت ولا لا. نشوف شو شكل النتيجة بعد ما عملنا بريدكشن. هاي الداتا تو ريبورت، شوف لي البيانات انه هي رجع لك نفس السجل، بس ايش انت عندك البريدكشن هنا واحد، هذا حيبطل تصرف معه، تمام، هي البريدكشن انت عندك واحد. اوكي، طيب اخر مثال انت عندك هنا في الكاستمر انتليجنس اللي هو الكاستمر سيجمنتيشن. ايش المقصود بالكاستمر سيجمنتيشن؟ انه انت بدك تحاول تعمل سيجمنتيشن للكاستمرز اللي عندك. شو فئات الكاستمرز اللي انا عندي؟ انا مش عارف، ما عنديش فكره ايش هم الفئات الكاستمرز، فبدي الجوريثم انه هو يجمع لي الكاستمرز اللي بيشبهوا بعض ويحط لي اياهم في كلاستر واحد. ايش الالجوريثم هذا او ايش الطريقه هذه؟ كلاسترنج، فبطبق هنا كلاسترنج، فبالتالي هنا حلاحظ انه انا حطبق هنا كلاسترنج، فهنا حقرا البيانات، حعملها معالجه، هنا حطبق كلاسترنج بدل ما كان انه تبني كلاسيفيكيشن موديل، تمام. فهنا زي ما انت شايف انه انت عندك البيانات موجوده في تو فايلز، عملت لهم جوين مع بعض. انت عندك هنا الريدنج للكولز داتا، وهنا عندك الكونتراكت داتا. هنا حول نمبر تو انتجر،
نفس الاشي للاريا كود والشيرن. تمام، هنا نورماليزر. نورماليزر ان هو طبق عمل لك نورماليزيشن للبيانات لانه الرينجز تبعتها مختلفة. تمام، اورجي لك كيف الرينجز تبعتها مختلفة من خلال الاستاتستكس، ديسكريبتيف ستاتستكس. ايوه بحطها هنا، باخد نسخة بعد ما حولت قبل ما عملت نورماليزيشن. تمام، وخليني اعمل اكسكيوت لكل حاجة. وهنا اوكي، يعني هنا بدي احدد انه الفون نمبر يفترض انه انا اشيله. ليش شلته؟ لانه هنا محطوط، انت عندك هنا هي انه انت عندك انه عدد السجلات، يعني الفون نمبر، لانه كل واحد فيه له فون نمبر مختلف، يعني مش منطق انه انت تجيب له ديسكريبتيف ستاتستكس. يعني في شيء له متوسط، في شيء له كاونت، يعني تقدر تقول. فبالتالي انه انا استثنيته، فهنا في الستاتستكس عندك اكسكلود وانكلود، فانا ضفت كل حاجه. تمام، واستثنيت الفون، فهي اوكي. راح انا عندي هنا الورنينج. تمام، هنا شوف لي الستاتستكس. الستاتستكس يا سيدي العزيز، انت عندك هنا النايت كولز، انت عندك سكر بالضبط هيك. فانت عندك الفي ميل مسجز، الفيرتشوال ميل مسجز، انت عندك المينيموم 0 والماكسيموم قديش؟ 51. قديش المتوسط؟ 8. تمام، عدد الدي مينز المينيموم 0 والماكس 350. تمام، وهي المتوسط 179. فبتلاحظ انه انت عندك الرينجز هنا، لاحظ انه الماكس، انت عندك هنا الماكس 51 وهنا عندك 350. هذا حكينا انه لما تكون انت في عندك بعض الالجوريثمز، لما تطبق الديستانس ميتريكس، لانه الرينجز تبعت الاتريبيوتس هذه مختلفه، هذا بياثر كثير على النتائج. فايش الحل؟ نحن نحولها كلها لنفس الرينج. ايش العمليه هذه؟ اسمها نورماليزيشن، اخذناها في الترانسفورميشن. ففي الترانسفورميشن هنا ايوه بقول لك انه نورماليز all numeric columns to fall in 0 و1. تعال اقرا عليها هنا. تمام، هيو بشرح لك هنا كم طريقة أنت عندك. عندك المين ماكس، وفي عندك الزي سكور نورماليزيشن، وفي عندك نورماليزيشن باي ديسيمال سكيلينج. تمام، فأنت فعليا أنه أنت بدك تحدد أنه هي أنت إيش اللي بدك، كل النيوميريك أتريبيوتس أنه هو حددها. وهنا بدك تحدد، هنا بدك تحدد فعليا ايش نوع النورماليزيشن، من ماكس ولا زي سكور ولا نورماليزيشن باي ديسيمال سكيلينج. كل واحد فيه له طريقه معادله مختلفه في النورماليزيشن، يعني من الطرق هذه. بس الفكره في الموضوع انه الاوتبوت النهائي اللي هي راح يصير تحويل لكل النيوميريك اتريبيوتس انه تكون الرينج تبعها من 0 و1. طيب بعد النورماليزيشن هنا بدك تطبق، طبقنا الكي مين، والكي مين هنا زي ما انت شايف هنا انه انت الالجوريثم هذا بدك تحدد عدد الكلاسترز. طبعا هذه فيها ترايل وايرور، زي الكي، زي الكي ان ان. ايش يعني؟ انا بدي اعمل سيجمنتيشن للكاستمر، كم كلاستر اعملهم؟ كم مجموعه؟ 10 15 7. فانت بدك تعمل ترايل وايرور وتعمل ايفالويشن للكلاسترز وتقول انه انسب كلاستر سايز او انسب عدد للكلاستر هو كذا بالتراير والايرور. تمام، هو هنا في هذا المثال حاطه 10 كلاسترز. تمام، طبعا ايش الاتريبيوتس اللي بده يطبق عليها؟ هي وحددها هنا كلها. تمام، هي كي، بعد الكي مين ايش عمل هنا؟ دي نورمالايز، عمل هنا دي نورمالايز. تمام، دي نورماليز لشغلتين، لانه هنا انت عندك الاوتبوت تبع الكي مين. تعال تطلع عندي هنا، عندك ثلاثة اوتبوت، اللي هو البي ام ام موديل كلاستر اللي انت ممكن تعمل له سيف وتعمل له لود ليتر. عندك الانبوت، الاوتبوت الاول عفوا، اللي هو الانبوت داتا ليبلد وذ كلاستر والكلاسترز نفسه. ايش معنى هذا الكلام؟ خلينا نضغط هنا بالزر الايمن، حتلاقي في عندك ثلاثة. البي ام ام
البي ام ام ال كلاستر موديل، هذا موديل مش حنشوف. تمام، انت عندك الليبلد انبوت حيجيب لك نفس السجلات، بس هنا عشان لازم اعمل اكسكيوت اول، وهنا هي الليبل داتا. هتلاحظ انه انت عندك نفس السجلات، بس هتلاقي في عندك عمود في الاخر هيضيفه. ايش بعرض لك؟ الكلاستر، هذا صنفه كلاستر 0، هذا 1 2 3 4 5 6 3 8 9 8 2. فبالتالي عمل اساين كل اكزامبل ايش الكلاستر اللي بينتمي له، وحددناهم انه هم 10 كلاسترز. فهيك انت عملت سيجمنتيشن للزباين تبعونك، الزباين اللي بيشبهوا بعض، الكاستمرز اللي بيشبهوا بعض حطيتهم في كلاستر واحد. تمام، هاي الاوتبوت الاول اللي هو ايش حكينا، اللي هو الليبلد انبوت. انت عندك هنا الاوتبوت الثاني اللي هو الكلاسترز نفسه. هنا راح يكون في عندك 10 سجلات. ليش 10 سجلات؟ لانه 10 كلاسترز، كلاستر 0 1 2 3. ايش راح تلاقي؟ انت عندك الاتريبيوت والقيمه هنا هي عباره عن ايش؟ المين، لانه هذا الالجوريثم كي مين ياخذ المتوسطات. ايش يعني؟ بياخذ كل الكاستمرز اللي بينتموا لكلاستر 0، بياخذ المتوسط تبع الفي ميل مسج، يعني بياخذ انه القيمه زي هيك. تمام، وهذا بالنسبه لكلاستر 0، وهي كلاستر 1 2 3 4 وهكذا. حكيت الكلاستر اساينمنت هذا ممكن انه انت تعمل له فيجواليزيشن برضه بطريقه مختلفه هنا، وتقول له هنا كلاستر فيو. في الكلاستر فيو خليني اكبر لك، هيو زي ما انت شايف هيو كلاستر 0، اكم كاستمر صار له اساين لكلاستر 0 276. تمام، وكلاستر 1 289، كلاستر 2 1088. يعني عندك 1088 كاستمر بيشبهوا بعض حطهم في كلاستر 2. تعال اطلع هنا ايش الكلاستر هذا، اللي هو نفس اللي هو الكلاستر سمري، اللي هو المين بوينتس انت عندك او المتوسطات انت عندك لكل الاتريبيوت. فهذا المتوسط هنا كان 0، هنا المتوسط كان 63 وهكذا. تمام، هنا كلاستر 0 كان عندك المتوسطات مختلفة انت عندك بهذا الشكل. فبالتالي هاي الكلاسترينج يعني عندك بهذا الشكل. تمام، ف يعني تقريبا يعني هي فكرة عامة عن الاكزامبلز اللي موجودة، وكيف انه انت فعلا انه انت تستغلها، لانه فعليا انه انت هذه الاكزامبلز حتلزمك بشكل كتير كبير. حاول انه انت تفتحها وتشغلها وتشوف كل الاوتبوت وتفهمه بشكل كتير كويس عشان تشتغل على المشروع بشكل احسن. المرة الجاية حناخد سامبل داتا سيت وحنشتغل عليها من الصفر، يعني انه احنا يعني هاي حملنا الداتا سيت، وحنحاول اشوف داتا سيت اطبق عليها معظم العمليات تبعت الترانسفورميشن، ونجرب اكثر من كلاسيفاير مختلف ونعملهم سكورينج، وبرضه نطبق عليهم كلاسترينج. هيك بنكون شملنا كل حاجة في التطبيق العملي. وحنزل لك زي ما حكيت انه برزنتيشن او يعني تمبليت للباوربوينت اللي انت حتعرض فيها، حقول لك ايش الشغلات اللي يفترض انه انت تورجيها في الاكسبيرمنت تبعتك، والديتا ست ان شاء الله يعني ان شاء الله خلال يوم الخميس بتكون نازله. في حدا عنده اي سؤال استفسار؟ ممكن من خلال الكلاستر بروبرتي ان انت تشوف انه ايش الاتريبيوت، وين الكلاستر اللي فيه الاتريبيوت انه هم افضل مشترين، وتحدد مين هم افضل الكلاسترز. وممكن انه يعني انه هدول الكلاستر تدمجهم مع بعض وتحط الليبل لهم انه كذا، وتبني موديل. يعني ممكن تستخدم الانسوبرفايزد اللي هو الكلاسترينج، بحيث انه انت تحط ليبل انه انت بتفترضه بناء على السيناريو اللي انت حكيته، وبعد هيك انه انت تروح تطبق عليه الكلاسيفيكيشن. يعني بصير في اسئله ثانيه يا شباب؟